ابتعد بنو إسرائيل عن تعاليم التوراة وأقبلوا على الدنيا ينعمون فيها، فضعفت قوتهم وهزموا من أعدائهم وطردوا من بيوتهم وأصبحوا جبناء يخشون القتال في سبيل الله. مرحبا بكم. الأعداء يطمعون في مدينتنا وقد ضعفت همتنا ونتعرض للهزيمة. إن البركة تأتينا من هذا التابوت الذي يحوي حكمة موسى عليه السلام. ما دام معنا فلا نخاف. معك حق، ولكن ضعفنا قد يضيعه منا، والناس يعيشون من أجل لذة الحياة فقط. لن نضيع هذا التابوت أبدا، فنحن بدونه لا نساوي شيئا. لا يجدي البكاء يا بني، إنما العمل والعمل. فالأعداء هزمونا وكسروا هيبتنا وأخذوا منا الكثير، ولم يتبق سوى مدينتنا الجميلة وهذا التابوت. لقد أصبحنا على مقربة من المدينة، سوف تدمرون كل شيء ثم تأخذون منهم التابوت. سيدي جالوت، وماذا نفعل بالتابوت؟ أيها الغبي، إن بني إسرائيل لن يهزمهم إلا هذا التابوت، ففيه ما بقي لهم من نبيهم موسى، فإذا أخذناهم كسروا وشعروا بغضب الله عليهم. سنحصل على هذا التابوت ونقتل كل من نقابله. فلنتحرك الآن. إذن شعر بنو إسرائيل بالهزيمة وتألموا كثيرا لضياع التابوت وطردوا من ديارهم، وعلموا أن ذلك كان بسبب ترك تعاليم دينهم، فذهبوا لنبيهم يسألونه التوبة والخلاص. أيها النبي شمويل، لابد أن تختار منا رجلا قويا ليكون ملكا علينا وقائدا نحارب من خلفه عدونا. نعم، لابد من القائد، فقد ضاع كل شيء. لقد أعلن توبتنا لله عن التقصير في حق التوراة. قال النبي شمويل: أخشى أن أدعو الله وبعد أن يختار من بينكم ملكا ألا تقفوا خلفه. إن نيتنا مخلصة في هذا الأمر، تأكد أننا لن نتراجع. لم يبق لنا شيء، نريد ملكا ينقذنا من هذا الهوان والذل. لابد من الثأر ممن أخرجونا من ديارنا، لابد من الانتصار على جالوت وجيشه. قال لهم نبيهم: سوف أدعو الله وأخبركم غدا بمن تم اختياره من بينكم ليكون ملكا عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟
قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. لابد أن الاختيار سيكون على واحد منا. نعم نعم، فنحن الأغنياء والسادة. لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك. قال لهم نبيهم: إن الله اختار طالوت ليكون ملكا وقائدا. طالوت الراعي الفقير؟ كيف ذلك؟ لا لا، لن نقبله ملكا علينا، نحن أحق منه. انظروا، إن طالوت يسجد شاكرا لله. إنه فارس قوي وشجاع، وفوق ذلك له حظ من الحكمة. قال نبيهم: أترفضون من اختاره ربكم؟ ألم تعلنوا توبتكم؟ إنه طالوت الذي منحه الله القوة والعلم. إنه مجرد راع فقير من أبناء بنيامين، ونحن الأسياد الأغنياء من أبناء يهودا. هل يختار الله واحدا منا أيها النبي؟ نعم نعم. قال لهم نبيهم: أيها الجهلاء، لا رجعة في من اختاره ربكم واصطفاه عليكم، وأنتم تعلمون جيدا مدى قوته ورجاحة عقله، لكنكم تمكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. إننا نطلب منك آية تدلنا على أن الله هو الذي اختار طالوت حتى تطمئن قلوبنا. المعجزة المعجزة, المعجزة. المعجزة. من الله. قال نبيهم: وإذا كذبتم بعد ذلك. أيها النبي الكريم، نحن لا حاجة لنا بآية تصدق كلامك، فأنت نبي الله فكيف لا نصدقك؟ ولكن الآية ستكون مفيدة لضعاف الإيمان فيثبت في قلوبهم. قال نبيهم: نعم، إن الله أيد طالوت بمعجزة، وهي إعادة التابوت الذي أخذه الأعداء، ويعود إليكم تحمله الملائكة ليعود لنفس مكانه في المعبد.